السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف أحول برنامج الإكسل أو الوورد أو البوربوينت إلى صيغة بي دي إف، أو إني يعني بصيغة أخرى إني أحفظها بصيغة بي دي إف؟ طبعا هذا عندكم هنا البوربوينت، عندكم الوورد، عندكم الإكسل، كلها نفس الطريقة. كيف؟ أنا عندي هنا الصفحة هذه أحولها إلى بي دي إف، نضغط على ملف ثم حفظ باسم. انا راح اختار مثلا سطح المكتب، تمام، اختار الصيغة اللي نبغاها، تمام. فيه تقدر تحولها الى هذا خاص فقط بالبوربوينت، تقدر نحولها الى مثلا صور اللي هو بي ان جي او جي بي جي، المهم هذه صيغ الصور. وفيه نقدر نحولها الى صيغة فيديو هنا، هذه ام بي 4، لكن انا اللي يهمني اليوم راح احفظها بصيغه بي دي اف. هنا موجود بي دي اف، تمام، تحولت الى صيغه بي دي اف هنا على سطح المكتب. هذه فتح باستخدام، تمام. اذا هذه بي دي اف، تم تشوفون الان عفوا ده بصيغه بي دي اف. نفس الطريقه للوورد، اروح للملف حفظ باسم، مثلا خذ اختار سطح المكتب. اهم شيء، اهم نقطه، نحط حفظ باسم، تمام، نحط حفظ كنوع، نختار الصيغه اللي نبغاها، مجموعه من الصيغ، تمام. انا اللي يهمني بي دي اف، حفظ، تمام، تحولت الى صيغه بي دي اف. برضو الاكسل كيف احول هذه الى بي دي اف او احفظها الى بي دي اف؟ نحط حفظ باسم سطح المكتب، نختار الصيغه اللي نبغى، فين بي دي اف؟ بي دي اف، هذه بي دي اف، حفظ، تحولت الى صيغه بي دي اف. وشكرا لكم على المتابعه. طبعا كلها نفس النظام، اول شيء ملف حفظ باسم مثلا سطح المكتب، ونحط الصيغة اللي نبغى نحفظ عليها. وشكرا لكم على المشاهدة.